السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حتى مستهل الربع الاخير من القرن الماضي كان مألوفا في طنجة منظر باعة الحليب الوافدين على المدينة على متن دراجاتهم الهوائية. كانوا يعرفون بالجرتين المعدنيتين اللتين تحملهما الدراجة. كان باعة الحليب أولئك يأتون من مناطق كانت في تلك الفترة تحسب على أحواز طنجة كالمغاير وبوخلف وسيدي حسين الذي يعرف أيضا بعين العسل. عدا أصحاب تلك الدراجات الهوائية التي صبغت بلون أسود ولا تزيد تجهيزاتها عن الضروري في أحسن الحالات، فقد ظل كثير من باعة الحليب يفضلون استعمال الدواب في تنقلاتهم. وقد أقام هؤلاء الفلاحون علاقات وطيدة مع السكان في كل أحياء المدينة، يوزعون ما يحملونه من حليب في الصباح الباكر ولا يقبضون ثمن ما يبيعونه إلا نهاية كل أسبوع أو أسبوعين. قبل أن ينتصف النهار كان عدد منهم يرون في الأسواق يشترون السمك وما عز من بضاعة في القرى التي يسكنون بها. من بين هؤلاء عم العربي، لم يعرف له اسم آخر، كان رجلا جاوز 50 ولكنه احتفظ بلياقة بدنية. كثيرا ما كان يسمع وهو يتحدى شبانا من سكان الحي الإسباني حيث كان يوزع الحليب أن يقطع مثله مسافة 15 كيلومترا ذهابا وإيابا من وإلى سكناه في بوخلف. كان رجلا محبوبا. من حين إلى آخر حين كان أحد أولئك الشبان يريد مجادلته في أمر كان يذكره بأن عليه ألا ينسى أن العربي هو من تعهده بالحليب حتى كبر واشتد عوده. عندئذ ينخرط الجميع في موجة من الضحك يشارك فيها حتى ذاك الذي داعبه العربي بكلماته تلك. صباح 20 فبراير من العام 72 900 كان العربي يركن دراجته عند عمود نور في زنقة ماجلان. كان قد تعود أن يركنها هناك ويحمل جرتي الحليب المعدنيتين ليطوف على البيوت التي تشتري منه الحليب بانتظام. كانت لتلك الأسر الأولوية حين يقل ما تدره الأبقار، لغيرهم الفائض. لما أنزل الجرتين من دراجته الهوائية وربطها بسلسلة من حديد إلى عمود النور الخشبي المطلي بالأسود، شاهد أحدهم يخرج من منزل قريب. في البدء حسبه صاحب المنزل الذي يعرفه منذ عدة سنوات، وقد استغرب أن يمضي الرجل دون أن يلتفت إلى جهته ويلقي بالتحية. لم يتوقف مطولا عند ذلك الأمر، فقد يكون للرجل من الأسباب ما يجعله لا ينتبه إليه. حمل العربي جرتيه وانطلق في جولته التي تعود عليها. كان منزل أحمد الدراقي الأخير في جولته تلك. طرق الباب كعادته. كان الدراقي رجلا لم يرزق الولد ويعيش مع زوجته ثريا التي تعمل ماشطة. كانت سيدة أنيقة، وقد تعود بائع الحليب أن تطل عليه من الباب وتمد إليه آنيتها. كان نصيبهما نصف لتر من الحليب كل يوم. يومها لم يفتح الباب. ظن عمي العربي أنها غير موجودة بالبيت، ثم استعاد صورة ذاك الذي رآه يغادر المنزل دون أن يلتفت إلى جهته. مضى إلى حال سبيله. في اليوم التالي وبينما كان يقوم بجولته في الحي التقى بأحد زبنائه القدامى، تدرج بهما الحديث إلى أن جاء على ذكر أحمد الدراقي، فأبلغه الرجل بأن الدراقي يوجد في المستشفى يصارع الموت وأن زوجته قتلت. متى حدث هذا؟ سأل العربي. أمس، رد الرجل قبل أن يضيف، اقتحم عليه البيت أحد فقتل الزوجة وأصاب الرجل بجروح خطيرة. أسر العربي إلى مخاطبه بأنه صباح أمس حين كان يركن دراجته في المكان الذي تعود أن يركنها به غير بعيد عن منزل الدراقي، شاهد أحدهم يغادر المنزل. قال إنه حسبه الدراقي وإنه استغرب أنه لم يلقي إليه بالتحية. هل تستطيع التعرف على هذا الرجل؟ لم أرى وجهه ولكنني أتذكر جيدا هيئته.
قبل أن يكمل العربي جولته استوقفه رجل كان يبدو من هيئته أنه من رجال الأمن. لم يساور العربي أدنى شك في ذلك. قدم الرجل نفسه وطلب منه أن يأتي إلى الدائرة الأولى للشرطة. استأذن العربي في إتمام جولته وتوزيع ما بقي لديه من حليب على زبنائه. لم ير رجل الشرطة مانعا في ذلك. في 10:30 جاء بائع الحليب إلى الكوميسارية، ما أن رآه رجل الشرطة حتى دعاه إلى مكتبه. قدم مفتش الشرطة للحديث بأن مصالح الأمن تعرف عمي العربي اللبان وتعرف العلاقة الجيدة والوثيقة التي تربطه بزبنائه في الحي الإسباني، ثم أبلغه بأن أحد زبنائه أحمد الدراقي تعرض لهجوم في عقر داره وأن امرأته قتلت بينما يصارع هو الموت في مستشفى القرطبي. رد العربي بأنه علم بهذا الخبر المفجع في الصباح من أحد السكان. ولذلك أكمل مفتش الشرطة، فإننا نحاول أن نجمع بعض المعلومات حتى نصل إلى المجرم. فهم العربي أن الذي التقاه في الصباح أبلغ بما سمعه منه. لم يتظاهر بعدم الفهم. قال للمفتش: صباح أمس بينما كنت أستعد للقيام بجولتي وبينما أنا أركن دراجتي قرب منزل أحمد الدراقي رأيت رجلا يغادر المنزل. لا أخفيك سيدي أنني استغربت من أنه لم يلق إلي بالتحية، لأنني ظننت أنه الدراقي. كان الرجل يرتدي معطفا رماديا طويلا كذلك الذي كان يرتديه الدراقي أيام البرد. ابتسم العربي وهو ينهي كلامه، ولعله أحس بأنه قام بالواجب. ولكن مفتش الشرطة أراد أن يحصل منه على معلومات أكثر دقة. تذكر العربي أن الذي رآه يخرج من منزل الدراقي بمؤخرة رأسه بداية صلع، وقد يكون الصلع امتد إلى أم رأسه. تذكر أيضا أن الذي رآه ينزل الزنقة كان به عرج طفيف. عدا ذلك لا يذكر شيئا آخر سوى أن للرجل قامة تشبه إلى حد كبير قامة أحمد الدراقي. طلب المفتش من العربي أن يكون مستعدا للحضور كلما طلب منه ذلك. في مستشفى القرطبي كان يرقد أحمد الدراقي في حالة صحية حرجة. بعد يومين بدا عليه بعض التحسن. أخبرت الممرضة المكلفة بتتبع حالته الصحية الضابط الموكول إليه التحقيق في الاعتداء الذي تعرض له. لما حضر لم يكن الرجل ينطق سوى كلمتين: ثريا وهو اسم زوجته التي قتلت، وإخوانيتو. لم يعرف الضابط من الذي يعنيه باسم إخوانيتو. قرر أن يرجئ التدقيق إلى أن تتحسن حالة الدراقي، ولكن حالته عادت لتتدهور فجأة، وفي المساء أسلم الروح. لم يعد أمام الضابط المكلف بملف الاعتداء الذي تعرض له الدراقي وزوجته ثريا إلا تلك المعلومات القليلة التي حصل عليها من بائع الحليب عمي العربي. كانت تلك المعلومات على قلتها تتيح تركيب بعض من الملامح العامة للشخص المطلوب. كان طبيعيا أن يسعى الضابط لمعرفة من يكون خوانيتو الذي كان أحمد الدراقي يردد اسمه وهو في الرمق الأخير من حياته. لدى الجيران لم يكن الاسم يعني شيئا، ولذلك مضى الباحثون إلى النبش في المحيط المهني للدراقي الذي كان يعمل في إحدى الوكالات السياحية. وسرعان ما تبين أن خوانيتو كان صديقا إسبانيا للدراقي وأنه يعمل على متن إحدى البواخر التي تربط بين طنجة والجزيرة الخضراء. توفرت أيضا معلومات تقول إن هذا الإسباني المزداد بطنجة يتردد على حانة معروفة في شارع فاس. قصد أحد الباحثين إلى تلك الحانة، علم من البرمان أن خوانيتو لم يأتي إلى الحانة منذ 3 أو 4 أيام. كان معروفا لدى العاملين في الحانة، هو من أولئك الرجال الذين يملؤون المكان صخبا، إذ كان يتحدث بصوت مرتفع، وحين يضحك فإن قهقهته كانت تسمع حتى خارج الحانة. كان إسبانيا أندلسيا. مرت 10 أيام، وذات مساء جاء خوانيتو إلى الحانة، وكان أحد الباحثين يلازم المكان منذ عدة أيام. لم يكن ليخفى وصوله. لما رآه للمرة الأولى كان يرتدي معطفا رماديا طويلا كذلك الذي تحدث عنه عمي العربي بائع الحليب. اتصل المفتش برئيسه وأبلغه بأن خوانيتو قد حضر إلى الحانة.
تحركت سيارة للشرطة، ما لبثت أن رسمت المنعطف المحاذي لوكالة باريس لبيع السيارات. دون إثارة ضجة كبيرة تم اعتقال خوانيتو، واسمه الكامل خوان غارثيا ريدوندو، وكان ينادى بخوانيتو لأنه الأصغر بين 5 من إخوته. في الكوميسارية حاول خوانيتو أن ينكر، بل إنه تظاهر بأنه صدم لمقتل صديقه الدراقي وزوجته ثريا. لم ينكر معرفته بهما، ولكنه قال بإصرار إنه لم يكن في منزل الدراقي. لم يكن سكره قد بلغ مداه لما قبض عليه. أبلغه الضابط أنه سيظل رهن الاعتقال الاحتياطي. صباح اليوم التالي كان عمي العربي بائع الحليب يقوم بجولته في دروب الحي الإسباني، لما لحق به رجل أمن وأبلغه بأنه مطلوب إلى الكوميسارية. لم تكن المسافة بعيدة، ولذلك رافق الشرطي على الفور. ما أن وصل حتى طلب منه أن ينظر إلى رجل واقف أمامه. نظر إليه دون أن يكلمه، نفى أن يكون يعرفه أو رآه من قبل، ثم طلب الضابط من الرجل أن يدير وجهه إلى الجدار، وطلب من العرب اللبان ما إذا كان رآه من قبل. لم يتردد هذه المرة، قال إنه الشخص نفسه الذي رآه يخرج ذاك الصباح من منزل الدراقي. واصل خوانيتو إصراره على إنكاره كل صلة له بمقتل أحمد الدراقي وزوجته، ولكن الباحثين تمكنوا من تجميع أدلة أثبتت أنه مر من هناك. في وسادة فراش الدراقي اكتشفت شعيرات أثبت الفحص المخبري لاحقا أنها لخوانيتو. لم يعد من داع للإنكار، أقر بأنه كان على علاقة غرامية بامرأة الدراقي، وأنها قبل بضعة أشهر قررت وضع حد لتلك العلاقة. لم يتقبل الأمر وقرر أن يقتلها على أن تبقى للدراقي وحده. لما تسلل إلى البيت وكان يظن الدراقي في سفر عمل، فوجئ بهما معا. استل مديته وطعنها بها حتى الموت، ولما تدخل زوجها وجه إليه طعنات في جهات مختلفة من جسمه.